هل بات رأس حزب الله اللبناني تحت مقصلة المحكمة الدولية بعد الأدلة القوية التي ساقها الادعاء العام للمحكمة ضد مسؤولين في الحزب؟ كيف سيتعامل الحزب مع تفاعلات هذه القضية؟ وهل سيسلم المتهمين إلى القضاء الدولي؟ ما تداعيات هذه القضية على مستقبل الحزب في لبنان وعلى حروبه خارج الحدود؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان رأس حزب الله في مرمى المحكمة الدولية في الأوقات التالية.